كاين هناك مجموعه من النقاط اللي تحفظنا عليها، مثلا بالنسبه للجنه المستقله للاشراف على الانتخابات، بمجرد دخول التعيين رئيس الجمهوريه يعين رئيسها واعضائها، بمجرد دخول التعيين نصف ما يسمى بالاستقلال. من المفروض هذه اللجنه الان ما نقدروش نسميوها اللجنه المستقله لانها ليست مستقله، لان التعيين فيها او التعيين نسف ما يسمى بالاستقلاليه.